هذا واحد خاي نسمع صداع جارو، هو يصيفط ولده باش يعرف اش واقع. من اللي مشى الدري هو يسمع باللي بنتهم هربت مع ساحبها، احشم يقولها لبواه، هو يقول ليها الوالد راه سرقوني مع البشكليط. ناد السيد مشى عندهم، هو يقول لهم والله العظيم الا تهنيتو منها علي جاك يركب عليها. السبع ملي كيصيد شي حمار كياكل منو عاشي بركه ويخليه للدبوعه وما يكملوه، ولكن الحمار الا ركل شي سبع كيدير براسو هو ملك الغابه. واي الدريات، بغيت غير نسولكم دركا، الا عطيتك 10 ديال المليون وقلت لك قرعي شعرك غتقرعي؟ واي اكدت مع واحد خيتي كانت كتقول لي انت هو السبع ديالي، وانا كنت كنقول لها هي الغزاله ديالي باش تعرف هو كان بوا في العمر كم شفتو السبع كيتفاهم مع الغزاله. هذا واحد مول الحانوت حصلو كيعذب في واحد الفار، هما يقولوا لي حشومه عليك اصاحبي سير تتعذب في هذا الفار. علاش حشومه؟ قال لي مرا حشومه عليه هو اللي خلى كاو كاو اللوز ومشكلة الكارني ديال الكريدي. هذيك اللي كتقول لك انا خاصني راجل يكون رطب من الداخل وقاسح من برا، ما تبغيش اختي يكون مقرمل من جناب ومدردر بشويه الكوك؟ اي هذه واحد خيتي سرقت بنكار، ملي بداو كيحقوا مع الناس العساسه تما قالوا ليهم راه ما بقيناش عاقلين على وجهها، ما عرفت فين كانوا كيشوفوا مساخات الوالدين. هادي واحد السيده سولت صاحبتها قالت لها تي مالكي صحيبتي هاد الايامات بنت ليا مقلقه بزاف، قالت لها خليني عليك خليني يا خليني عليك، القلب دير 45 مليون في السوق ديال الاعداء وانا كنت عاطيها لواحد اللي بغى الفابور. واي الا مشى حتى جا فمك على فمو عمرو ما يجيب لك امو. هاي في المغرب كاينين جوج الانواع ديال العيالات، النوع الاول هو من اللي كيدخل الراجل هم من الخدمه كتضحك ليه وكدير ليه الماساج وتغسل ليه رجليه وتقول ليه الكلام الحلو وتهتم بيه بزاف بزاف، والنوع الثاني هو اللي عندكم كاملين. واي سولاتو قالت لي تدرك فاش خدام، قال لنا خدام مقاول، قلت لي كيفاش؟ قال لي هكا نقاول البنات بالزواج مره مره. واي اشتي حنا الرجال راه بحال الدراري الصغار، راه المراه اللي جات تقدر تضحك علينا وتشد لينا من يدينا ودينا. واي هذا واحد ثلاثه ديال العيالات سايرين كيكذبوا على بعضياتهم، انا قزيت الاولى قالت ليهم انا راجلي غيشري لك الدار بيدا كامله، هي تنقز الثانيه قالت لي مشتي راجلي انا غيشري لك باريس كلها، هي تنقز الثالثه وهي تقول لي اجي بعدا شكون اللي قال لكم راجلي باغي بيع. هاي هذا واحد الدري غليظ اشرى لي باب بيكالا باش يضعف، اضرب بيه واحد السيمانه وهو يزيد غلاد كتر، عس عليه باه في الاخر لقاه كيكريها الدراري وفلوس ديال الكرا كيشري بهم مقص. واي وكنت غادي في الطريق هي تبان لي واحد خيتي كدوي مع حبيبه في التليفون، وانا نقرب ليها وانا نقول لها مع من كتهضر يا العمر ديالي؟ هو يسمعني وانا نكمل الطريق ديالي وخليتها كتحلف وتعاود. اي شفت علي تلاقيت معاها كتقول لي كي داير اخويا؟ لاباس اخويا؟ بخير اخويا؟ واللي بقى تقول لي اخويا غادي نصيفط لها حوايجي تسبنهم. خويا 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 الله يخوي لكم المصاصط.
اي واحد الطلاب كيدق على الديور باش يعطيهم ياكل، اطلع ليه واحد خينا من الشرجم قال لي اش بغيتي، قال لي بغيت من ناكل، قال لي راه ما كايناش مولات الدار، قال لي لا رانا قلت لك باغي ناكل ما قلتش لك باغي مولات الدار. اي هذا واحد جدار معيط للجودان ديالو وقال لي عندنا واحد الحاله خطيره ديال الضرب والجرح، هو يقول ليه لا جودان كيفاش، قال لي هذه واحد المراه ضربت راجلها باليد ديال المهراز، هو يقول ليه لا جودان ما سبب هذه الجريمه، قال ليه راه كانت كتسيق الدار وتخليها بصباط المسخوط، هو يقول لهم لا جودان شديتوها ولا مازال، قالوا ليه كنتسناو الدار تتنشف. اي هذه واحد المرأة توضر ليها راجلها مشات هي وولدها على البوليس، هما يقولوا ليها البوليس واش فيه لينا كيداير، قالت لهم طويل وشعره رطب وحنين، نقص الدري ويقول لها لا ماما ماشي بابا هذا، قالت لي سد فمك سد فمك اوليدي خليهم يجيبوا لينا واحد خور جديد. واي اتوحشها هو يصيفط ليها ميساج قال ليها طلي من الشرجم رانا توحشتك، من اللي طلت عليه بلا ماكياج هو يعاود يصيفط ليها ميساج قال ليها بلا ما تطلي راه خوك يطل. واي مرة شدي راجلك وجمعيه بنص باش يعرفك باللي تي امرا ونص. واي المرأة كتندم على جوج ديال الحوايج، كتندم على الراجل اللي تزوجات بيه وكتندم على الراجل اللي ما تزوجاتش بيه، كاينه ولا ما كايناش؟ هذا واحد دري صغير قال لمو قال ليها شتي يا ماما بابا اكبر خواف على وجه الارض، قالت لي كيفاش يا ولدي ما فهمتش، قال ليها ملي ما كتكونيش في الدار كيجيب جارتنا تبات معاه. اي اسمعوا نقول لكم واحد الحاجه، كاينين جوج ديال الحوايج هما اللي كيهدئوا الاعصاب، الفلوس والرقاد، واللي باقي يقول لي الليمون ولا الحامض حق الله العظيم تنعصرهم لي في عينيه. ما فهمتش اللي تلاقيت معاك كيقول لي راك محيح في تيك توك، واش انا كنبان لكم سكران ولا شنو؟ واي التمساح مع 16 وكتهضري مع 8 وكتبغي 4 باش يخاطبوك جوج وفي الاخر تزوجي بواحد، التهكا تصفيات كاس العالم. اي الا كانت شي بنت الناس معقوله وباغا تستر راسها هاني موجود، عندي ليكم شي فولارات عام 20 درهم. واحد خينا قال لمرتو قال لها باك مزوج 4 ياك، قالت لي ايه، وقال لها اخوك الكبير تاهو مزوج 3، قالت لي ايه، هو يقول لها اخوك صغير مزوج 3 وهي تحط يدها على واحد القرعه ديال الدجاج، قالت لي هي زيد كمل، قال ليها ومال كنتي مزوجه على بواحد. اي هادي واحد المراه سولت راجلها قالت لي دوك السوتيامات الكحلين ما شفتيهمش، هو يقول ليها لا بالعمى ما شفتهم، وهي تقول ليها صافي صافي غتكون لبستهم الخدامه، هو يقول ليها لا لا الخدامه راه لابسه الحمرين، كان راجل مزيان الله يرحمو. هادي واحد الدريه سولت امها وهي تقول لها ماما هذيك الحلوه اللي حطينا الخطيب كمال اشنو سميتها؟ قالت لها امها والله علم بنتي انا كاع ما عرفت شنو سميتها، وهي تقول لها راني حنت كذبت عليه وقلت لي بلي انا اللي صايبتها، وهي تقول لها امها ايوا سوليها بنتي راه هو اللي جابها. والهبيله الشم اللي يقول لك المغربي تهي حياتي هذا لا يعني بانه كيبغيك، حنت المغربي اكثر حاجه كيكره هي حياته.